كابتن احمد اجي لحضرتك. يمكن النادي يعني في يعني لازم الناس تبقى عارفه ان مباراه طلاء الجيش اللي فاتت اللي تم يعني ما كناش متوفقين فيها لم تؤثر على منافسنا لبطوله الدوري العام. والمباراه النهارده باي نتيجه ان شاء الله يفوز بها النادي الاهلي او اي من الفريقين يفوز بالبطوله مباشره. ولكن عناء سنه كامله، تعب سنه كامله، يمكن توقفات ولعب وكورونا، كان سنه شاقه جدا على لاعبي النادي الاهلي. وطبعا السنه دي سنه استثنائيه، الموسم طويل قوي، حصل كذا مره يعني لعيبه الاهلي والزمالك يصابوا بالكورونا. يمكن الاهلي جت فتره عليهم تقريبا معظم الجهاز واللعيبه، فدي بتاثر كتير. وبعدين حصل موجه تانية برضو للجهاز برضو وبعض اللعيبه، فيعني هي دي بتاثر كتير قوي للعيب ان هو بوسط الموسم انه مثلا بياخد راحه 10 ايام او راحه بمرض، يعني مش راحه سلبيه او حاجه، لا ده واحد بيعاني من مرض، بيعاني من التنفس، بيعاني. فدي بتاثر كتير عن خاصه وسط الموسم، يعني وسط الموسم ما بينفعش ان هو بيبقى فيه فترات راحة كتيرة يعني. فإن شاء الله الأهلي يعني إن شاء الله يكون يعدي، وممكن ماتش الجيش ده يبقى زي ما احنا متعودين من النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي الجيل الحالي ده، ساعة الحسم هم موجودين، هم موجودين يعني. ودي الفترات الكبيرة أول إن هم تعودوا على الماتشات المهمة، ماتشات القمة، متعودين ماتشات المنتخب. كابتن أحمد، هل يعني برضو نطمن السادة المشاهدين، هل الفريق مكتمل بكل عناصره؟ هل في غيابات بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا اكيد حضرتك قريب من معسكر. لا طبعا، بعدين هم بعد ماتش الجيش دخلوا في معسكر واللعيبه بقى بتتركز يعني. لكن طبعا ما بنديش مبرر ان هو الماتش مش مهم بتاع الماتش الجيش، لا طبعا يعني بنقول على ظروف مباراه. ولكن هو هي دي بس الفرقه كامله يا كابتن، الحمد لله. وهي دي الرياضه، لو انت ما يعني ما ديش حاجه يعني، خاصه الكره الطايره، ما ينفعش ان انت فرقه ضعيفه تكسب فرقه قويه يعني في المباراه يعني. انا فاهم يعني، ما ينفعش مثلا اذا الكوره ممكن الفروقات بتبقى واضحه، فروق واضحه، اللي الكويس قوي هو اللي بيكسب الماتش. بس يا كابتن تاني بكرر السؤال، احنا الحمد لله عناصرنا كامله، لاعبين كاملين، ما فيش اصابات الحمد لله. المعسكر اللي فات كان كل العناصر موجوده، موجودين كلهم موجودين، او خلصنا حتى مثلا ماتشات الشباب وبتاع، لو الكابتن ميدو هيستعين بحد من فرق الشباب يبقى برضو ان هم خلصوا موجودين لو كابتن ميدو احتاجهم يعني ان شاء الله. كابتن، النهارده النادي الاهلي هيعتمد على ايه وعناصر القوه بالنسبه لنا في النادي الاهلي؟ وطبعا ميزه النادي الاهلي هو اول حاجه اللي احنا دايما بنركز عليها هو الارسال القوي جدا. احنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى في الارسال، عندنا عبد الله، عندنا احمد صلاح، عندنا احمد سعيد، الاثنين محترفين ارسالهم قوي جدا برضو، عندنا عادل ارسال. فاحنا عندنا يعني الفرقه معظمها ال 14 لاعب، هو يعني دي اهم ميزه عندنا. اي حاجه بينزل يلعب، بينزل الارسال، هو الارسال، ودي حد على الارسال بيلعب وبيتالق، ودي برضو بنستغل نقطه ضعف النادي الزمالك في موضوع الاستقبال، انهم عندهم برضو مش مميزين قوي زي النادي الاهلي.